الزمالك والهلال المباراة الودية على كأس لوسيل اللي هتتلعب في قطر، وعندنا الأهلي لسه بيدور على المدرب، لسه مش عارفين من مدرب الأهلي الجديد. في كلام كتير، في كلام عن السويسري كولر، وفي كلام عن مدربين كتير، لسه الأمر ما اتحسمش لغاية دلوقتي، مش واضح. وده غريب على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كل حاجة زمان كانت بتبقى واضحة وكانت بتبقى مستقرة. إيه اللي حصل؟ مش عارف. معانا على التليفون الكابتن محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. يا كابتن مساء الفل. مساء الخير يا أستاذ، بحضرتك أهلا بيك. مين هيدرب الأهلي؟ والله أول مرة تطول كده حضرتك، أنت قلت كلمة حلوة. طولت أوي. طولت. هو في حاجتين يا فندم، لو يا إما مش لاقيين حد يليق باسم النادي الأهلي، يا إما لسه بيدوروا، يا إما جابوا حد بس هم النادي الأهلي عنده حتة غير شوية. لأن أنا سمعت متكتمين عليه. بالظبط كده، احتمال يكون واحد سويسري أو ألماني، ده اللي أنا متوقعه. فهم مش عايزين يغلطوا الغلطة اللي غلطوها مع سواريز، فلازم يجيبوا مدير فني تقيل. دي بتاعه تقيل يليق باسم الاهلي، فده مش سهل. الدوريات كلها ابتدت عشان تدور على مدير فني في الوقت ده، صعب مش سهل. صحيح. القصه كمان مش قصه مدير فني، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش اي حاجه عن صفقات الاهلي الجديده، رغم ان الاهلي الحقيقه محتاج لعيبه جديده ومحتاج لعيبه كبيره. دي حقيقه، جامع الاهلي محتاج مدير فني قوي، محتاج خمس ست صفقات طوبه قوية. صحيح. تسند مع اللعيبة اللي موجودة. بس أنا ما أقدرش أعلن عن صفقة لعيب إلا لما لازم يكون في مدير فني، ما ينفعش أنا اللي أجيب اللعيب وبعد كده أجيب مدير فني. الطبيعي في أي حتة إن المدير الفني يجي وبعدين يعلنوا على اللعيب. فكرة المدرب المصري مش نافعة في الأهلي؟ في الوقت الحالي لأ، إنما هي طبعًا نافعة ونفعت كتير، والنادي الأهلي غني بلعيبته ومدربينه القدامى. لا، ولكن الوقت الحالي لا يسمح الا بمدير فني قوي اجنبي، حاجه كده زي الجماهير عايزه كده؟ طبعا طبعا، ودي اول حاجه النادي الاهلي هيهدي بيه جماهيره، ان يعلن عن صفقه مدير فني قوي وعلى الاقل خمس صفقات سوبر، منهم ثلاثه افارقه واثنين سوبر في مصر. ده تمام. اللي هيهدي النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي. شايف ازاي القمه المرتقبه بين الزمالك والهلال في نهائي لوسيل؟ والله سيبك من الكوره وسيبك، احنا بقى لنا كتير ما شفناش مصر والسعوديه بيلعبوا بعض، وحاجات دي حلوه، الحاجات دي لنا اخوات. بس ايه، انا بفرح لما بنلاعب فرقه